بعتقد صار الواحد يقول عم شيء يعني فن الصبر، خاصة على التغيير. بعد ما جينا عندهم شتوية الماضي، الشتوية دقنا المرة المشهورة، دقنا كمان البيض، دقنا كمان اللبنة، كل واحدة إلى طريقة سبيسيال تنعمل، خلطة سبيسيال، خبزة سبيسيال. رجعنا على فن الصبايا بالصيفية حطينا على البترون لنرجع ندوق كل واحدة من الطعمات اللي كانت بعدها بالفن. رح نرجع ندوق اليوم المورق، رح نرجع ندوق اللبنة، رح نرجع ندوق الزعتر تبع السبيسيال، رح نرجع ندوق البيض اللي هن سبيسياليتي تبع المنطقة وما بينعملوا إلا على فن الصبايا. لنتعرف على أخذت معي أقل من 6 أشهر رجعت لعندكم. هلا عم شوف عم نعمل أول شيء اللبنة بأول ما مضبوط. أيوة. السبيسيال عم شتيه لأنه هيك أو أنتم بتعملوها؟ طريقة شوف اللعبة. هي بيعملوها بالطريقة اللي كانوا يعملوا دائما على الطاجن. وهيدي طريقة مضمونة للبنة، يعني بتنعمل بلولافيش. بتنعمل بطريقة مضمونة مش أول ما دايرة بتعرف. بس بتطلع عند الفرن وبتحط لها لبنة بالنص. بتصير تقص وبتاكل مثل ما عال تقريبا يعني بها طريقة ما بتحط على الفرن يعني ما بتحطها بالفرن. اوكي. لكن الاورما بلبنة اول شيء رح نبلش بعجينة بنحط عليها الاورما بس هي شكلها مثل دجاج وفراخ بالنص بنزيد لبنة بالنص بعدين من بعد الطبخة لما تفوت لبنة على الفرن وطماط حامي. هلا هي شكلها صغيرة بس مفعولة ماكسيمم. الأورما اللي محطوطة على الطرف ومطبوخة، الزيت تبعها اللي شربته العجينة، صارت العجينة من تحت بتقرش وطرية على الطرف مثل البيتزا، لبنة بلدية معمولة هون عندهم مسقعة لأنه ما انطبخت، الإحساس إخوات معقول. إجا لبون مش معقول لكان أول مرة، بنبسط. هاي الواحد هنا المحل هون مسمينه مش كان واحد جاي على بيته، يعني بكون فايت على مطبخ البيت وبقى جاي مبسوط بأي ساعة ما بيكون. لكن تاني اختراع هو البيض. بيض. الاسمه قرص بيض. قرص بيض. العجينه بتفوت اول شيء على الفرن بتطبخ ربع طبخه. مضبوط. وبترجع بتظهر، شفتي البرمجيه اول شيء؟ ايه هلا بشوف اي ميله رقيقه انا قادر اشيلها، لانه هي بدقيقه مع قرص. بحط لها كمان شويه نعناع بطيب بخلي البيض. نعناع مفروم على الحيط فريش. فيها شوية حلوة قدامك. أحلى شغلة كنت بدي أحلى شغلة فيها هي كيف تنعمل مثل شكل البيتزا. أيه. طالبيت ما ينزل على الأطراف. هذا اللي بياخذ شغل. بدها تكون سخنة لحتى يبدأ العجين على بعضه، إذا بردت ما بتزبط. أنا بعتقد أصابعك أخذوا. إيه تمسح حلوة. لا الأول ما بلشنا بقبق وقلش ووزع ومسوش الحال. هلا تعودت. هلا فينا نحط لها شوية زيت على جنب العجينة الأسمر المفتحية. يعني بنسميها أومليت على لبنان.
نرجع بعدين نحط جبنة جامبو على الوش. لا فيك تحط جبنة جامبو، فيك تحط جبنة لوحدة، فيك تحط شوية زيت وفيك تحط قمر. هاي تعتبر صحية ولا شيء؟ هي لأنه العجين أطفال والبيض والنعناع ما فيها شيء ثاني أبدا. أوكي. قرص بيض طلبني يكون بعجينة سمرة، من بعد ما يعملوا العجينة تقريبا 3 دقايق بالفرن ربع طبخة بيرجع بيصير فيه عليها بيض ونعنع زيت زيتون ملح وبهار. بيتزا بيض خلينا نسميها سبيسياليتي عم شيت ومنها موجودة إلا هون. بعد ما تنلف وتنطبخ تصير قاسية مثل البات فويتي بقلبها لوز وجوز سكر ما ورد وما زهر وبتاكل او شقف صغيرة او مثل الساندويتش ما بعد يروح فيه كلها مثل ما هي زيت. جوا عجينة ملفوفة لوز جوز وسكر والقرشة من برا للعجينة المعمولة هون كتير طازة. سخن شوي اسمعون. لا انا بيجوا على عمشيت تاكل هيك.